الكويتية اللي حضرت في ساحة الإرادة هي راح تكون أمكم واخدكم ويدتكم زين، فإحنا أنتوا أهلنا، أنتوا أهلنا، أنا أصير أمكم واخدكم ويدتكم. أي واحد أي وحدة فينا هني قاعدة بساحة الإرادة، أي وحدة كويتية تطالب في اللي إحنا جايين الحرية الطبية، كل وحدة فيهم عندها أخو باللي قاعد يتحجون، عندها ريل، عندها ولد، عندها حفيد. فإحنا إحنا شعب الكويتي، إحنا أساس هذا الشعب الكويتي. لا، احنا عندنا 17 راصد وموثق في المؤسسة ويتابع ما يحدث وما يقال عن الحراك في الكويت. يعني معلش عشان اكون صادق، موضوع ال 50 دينار اللي حضرتك قلت المرة اللي فاتت يعني صار سخرية الجميع يعني، والناس طبعا لازم يسخروا منها، مو انا اللي قايله، هم اللي قايلينه. يعني مو انا اللي انا قلت والله انه يعطون المرأة الكويتية 50 دينار، هم أعداء الحرية والديمقراطية، هم من كانوا يروجوا هذا الكلام، مو أنا اللي أقوله، هم اللي قالوا في الـ الكلوب هاوس الجمعة الماضية، مش الجمعة هذه اللي فاتت، بأن الحضور يستلمون 50 دينار عشان يحضرون، مو أنا اللي قلت، هم اللي قالينه وفي مسجل ترى على فكرة، هذا كله مسجل ونعرف اللي قايله، محامي بعد يعني عشان تكون بصورة يعني، وكيف سمعته يعني الأسبوع هذا لما عجزوا عن أن يجدوا أي شيء يكسر رأي المرأة الكويتية ويمنعها من الحضور إلى ساحة الإرادة، طعنوا في شرفها الأسبوع هذا. اليوم لم يجرؤوا بأن يفتحوا، اسمع لي بس شوي خلي وده، ما جرؤوا يفتحون مبارح، احنا قاعدين نرصد، ما جرؤوا أنهم يفتحون ما اسمع الأمس كنا نرصد الكلوب هاوس، ما جرأوا يفتحون غرفة للطعن في الحضور في ساحة الإرادة.